أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. كل سنة بيختاروا من أطفال فلسطين، بيختاروا 25 بنت و 25 ولد. هاي بيختاروها عشان يعرفونا على المغرب من قبل بيت المال المقدسي اللي موجود بالقدس، طبعا تحت إشراف جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه. وطبعا أنا تم اختياري من هذا المخيم، وكان لما استقبلونا يعني كان استقبال كتير حلو، ومنشكر المغاربة ومنشكر جلالة الملك حفظه الله ورعاه على هذا الاستقبال والضيافة، وإحنا بنحب إنه حب المغرب لإلنا وإحنا بنحبهم. وهذا تم اختيارنا من 30 مدرسة، كانوا المعلمات والمديرة تبعت المدرسة تختار البنات المناح والمؤدبات وليك وتطلعهم، واللي يعني محتاجين لأكتر هاي كانت تطلعهم، وهم اللي لقوه الأفضل واللي لقوه محتاج أكتر يختاروا. كان شعور كتير حلو لأنه يعني أمير سمو الأمير طبعا، كان شعور كتير حلو، ونشكرهم كتير على هذا الاستقبال، عن جد كان شعور كتير حلو. عمو ليل حسن شفتيها؟ شفتها. شو رأيك على الصورة؟ كتير مبسوطة، يعني كان شعور حلو إني قاعدة جنب سمو الأمير. و سؤال آخر، كيف الأجواء عندكم في السويد؟ آخر فترة صار في مشاكل وشهداء كتير وسكروا الأقصى وهيك، بس عاودت استقرت الأوضاع.